So, do you remember how you can you spell my name? B E T H. Thank you. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. شكرا. عفوا. قد ايه صار لك تجي لهون؟ شكلهم الاولاد بيعرفوك كثير منيح. تقريبا 4 سنوات. جتني عناية، كانت هنا في الدار، للاسف كان معها السل، جتنا المخيم وعالجناها، الحين صارت احسن زي ما شفتيها. من يومها وانا اجي على الدار هذه. للأسف ما في داعمين كثير هنا، فحاول أقدم أي شيء بالمال بالجهد بأي شيء. ما كنت عارفة تاكل هالقد لطيف. كل قصة مو قصة لطف. بس شو؟ يمكنني أعرف إيش معنى إن الشخص يكون يتيم. ما فهمت. أنت يتيم؟ شو صار؟ كان عمري 3 سنوات. صار حريق عندنا بالبيت. مات أبوي. إخواني كلهم. والدتي أخذوها المستشفى، كان عندها حريق من الدرجة الرابعة. ما قدرت تقاوم. ماتت بعد سنتين. محمود I'm sorry. ما كنت عارفة أبداً. شوفي أنا ما أجي هنا بس لأني أحب الأطفال. لا. هذا المكان يريحني، يخليني أنسى مشاكل الحياة وهمومها، مشاكل الشغل وخيه. كل المكان اللي أتواجد فيه بين نفسي ونفسي أرتاح في كل زوايا فيه. طيب فيني أصير أجي معك؟ أنا بحب الأولاد كمان، عبالي غير جو.